الحمد لله، اليوم وصلت كثير اشياء اللي طلبتها. واحده من الاشياء اللي طلبتها هنا في هذا الكرتون، شوف الكبير، شوفه. يلا يوسف، تبي تطلع؟ ها يوسف، خذ اشرب مويه. Still my password. She said she took the passcode away and she didn't. Can you see the passcode? La la. La. أكبر نعمة عندي أهلي، العائلة، أطفالي. يا بنت إيش بتسوي هناك؟ ما شافتني. الله يسلمك، حبك. هدفكم؟ ها؟ إيه. إيه. يا. كيك يو. كل عمود في طير نورس، واحد هنا هناك، واحد هناك. كل العواميد ما ادري كيف يسويها بفمه هذا. Oh, look at my muscles. Hello. Oh, I'm very tall. I'm tall and thin. Woo! Let's try this one. Oh, I'm short. I'm short. What's this one? Oh my god! You know this is normal. What? This is normal? Yes. Not for me. شوفوا الجوارب هذا، شوفوا. شوفوا شوف الزومبي هذا. مرة ضحك، أمي كانت تاكل الأيس كريم، الطير النورس جاء أخذه منه، جاء أخذه منه الطير النورس. قلت لهم الطير النورس جاء أخذه وأعطاني واحدة ثانية بلاش. شوف الدقن يوسف. محطة قطار فيكتوريا من أزحم المحطات في لندن، كبيرة جدا. شوفوا هذا المبنى صراحة، وانتم ماشيين في لندن والله تشوفوا مباني عجيبة وبعضها مئات السنين، يعني قديمة جدا. الخريف جاي، شوفوا الأوراق الشجر نازلة. إيمان، إيمان، أوه ما شاء الله تبارك الله. إيمان تقدر تسويها؟ لا. هو شايف الكيس حقي يحسب انه فيها اكل. Girls are delicate, boys are rough. Girls are delicate, boys are rough. Hello. I'm hungry. We've just eaten actually. أهلي راح المسرحية بدوني، أنا شفت هذه المسرحية من قبل فقلت خليني أتابع ليوسف وخليهم هم ينبسطوا. العرض تقريبا ساعتين.
أعتقد هو صحيح. مرة هذا يرجع هناك. صح هذا الكيك إدمان. وهذا الولد إدمان ما شاء الله الله يحفظه. السلام عليكم. اليوم اخر يوم كامل لي في بريطانيا، بكره راجع السعوديه. اشعر بالكآبه شويه، مو عشان راجع السعوديه، لا عشان راجع لعملي اللي في السعوديه. لازم اشوف لي حل معهم، يعني ضغط علي كثير اني اسافر اول ما ارجع السعوديه، وضغط علي اني اشتغل وقت الاجازه، فكانوا يراسلوني كثير، ماني مبسوط معهم ابدا. ف لازم اشوف لي حل. وبعد المطر تشوفوا كثير من هذه، ما ادري ايش اسمها بالعربي، باللغه الانجليزيه سلاج، لو تحطوا ملح عليهم يسيحوا، كثير منهم على الارض. شوفوا، دلع نفسي مع امي قبل ما ارجع السعوديه. هذه كلها شنطنا الله يعين، وباخذ تاكسي كبير حتكلفني 500 ريال من مدينه برايتون الى مطار هيثرو. جر هذا العربيتين لحالي صعب صراحه، اهلي لسه عن جدتهم حيجوا بعدين. المطار هذا جدا هادي، جدا ما تسمع اعلانات هنا في هذا المطار. الله يسعدكم جيتوا. الحمد لله. هلا حبيبي. Love you both. Love you both. As soon as we get on the plane we'll have to sleep. في المطار هنا عندهم مكان مخصص للاطفال يلعبوا فيه ببلاش. دائما في عمال يشتغلوا هنا ينظفوا. شايفين في عاملة هناك. في اثنين عمال دائما جوا. مبسوط عشان معاه الايفون. هذا ايفون بابا. طيب استني يوسف اخذ الايفون منك. سنيكي 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 ساي بو. سنيكي 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 ساي بو. يوسف لا تاكل ايفون، لا تاكل ايفون، لا لا. ساي بو ساي بو. سنيكي سنيكي ساي بو. I want a fan because sad is very hot. I'm gonna get sweaty. تقول تبغى مروحة عشان السعودية حار جدا حتعرق. إلى الطيارة. شكله يوسف حيزعج كل الناس اللي جالسين جنبنا. أنا سمان. الحمد لله على السلامة. الحمد لله وصلنا. شوف الله يعين من صغر الحزام، يمكن اصغر حزام حق شنطة شفته في العالم. خلاص وقف الحزام، لازم اشيل الشنط من هنا.